فيه جهد وفيه معاناة وفيها تعب، لكن عندما تشاهد الشجرة أصبحت في النمو وأصبحت يعني تكبر، هذا أعطاني حافز كبير جدا أني نستمر في عملية الري في داخل الغابة وخارج الغابة. عدنا الحياة لهذه الغابة وللشجرة لمتابعتنا بعملية الري المستمرة في داخل الغابة. طبعا هذا أنقذ أو تم يعني نمو ما يتعدى عن 3000 أو 4000 شجرة.